أقيمت هذه البطولة التنس طاولة بطولة محلية. بدأت البطولة بتاريخ 11/4 يوم الثلاثاء، واستمرت لمدة يومين، ثلاثاء وأربعاء. شارك في هذه البطولة قرابة 30 لاعب، ناشئين وشباب ورجال. 30 لاعب، كيف كان أدائهم سيد عدنان؟ والله بالنسبة للأداء، يعني يعتبر تصنيف المتسابقين في منطقة جرابلس وريفها، سواء من المقيمين أو وافدين، يعني يعتبرون هواة. يعني طبعا لعدم وجود ضعف الإمكانيات اللي موجودة عندنا، يعني ما نحسن نصنف إنه لاعبين من الدرجة الأولى أو الدرجة، يعني الدرجة الثالثة كأقل تقدير. يعني طبعا منطقة جرابلس نعاني من ضعف إمكانيات كثيرة، عدم وجود صالات رياضية، عدم وجود أماكن للتدريب، وعدم وجود مدربين أو خبرات رياضية في هذه اللعبة. طيب، كيف تم اختيار العشرين لاعب؟ نحن اللي عم يتابعنا عم بشوف بأنه في ربما أطفال أو يعني أشخاص تحت ال15 وال15، وفي أيضا شباب ورجال مشاركين بهاي البطولة. كيف تم اختيارهم لهاي البطولة؟ تم الاختيار طبعا عن طريق الاعلان على صفحه مديريه الشباب والرياضه. التسجيل كان مفتوح لجميع الفئات العمريه، وكان اقبال عدد كبير يعني من الشباب، وخاصه الاشبال والناشئين في المنطقه. يعني تقريبا بلغ عدد الشباب والاشبال اكثر من 20 لاعب، وتقريبا الرجال ايضا 20 لاعب. هدول كلهم في غيرهم قدم على البطولة وما تم قبوله فيها؟ لا لا لا، تم قبول الجميع المشاركين. طيب، هاي أول بطولة من نوعها كتنس طاولة، ولا عملتوا سابقا بطولات مماثلة بجرابلس؟ عملنا بطولة كانت على استمرت لمدة 4 أيام، كان فيها أكثر من 80 لاعب. البطولة استمرت 4 أيام في مديرية الشباب والرياضة. جميل جدا. طيب، شو كانت الجوائز لهاي البطولة؟ كيف توزعت؟ والله الجوائز كانت رمزية، يعني عبارة عن كأس للمركز الأول فئة الرجال وميدالية. أما بالنسبة للناشئين كانت بيجامة رياضية للمركز الأول والمركز الثاني ميدالية. تم توزيعها طبعا كان بحضور رئيس المجلس المحلي في مدينة جرابلس ومستشار الرياضة المنسق الرياضة أيضا التركي في مدينة جرابلس. يعني طيب، جوائز رمزية كانت. جميل جدا. طيب، المشاركين بهذه البطولة السيد عدنان، يعني هل هن من أهل جرابلس، ولا من كانت يعني ربما هي أوسع من لا منطقة جرابلس؟ لا، بالعكس، البطولة كانت على مستوى جرابلس وريفها، من مقيمين ووافدين في مدينة جرابلس. يعني تقريبا عدد الوافدين اللي شاركوا في البطولة يتراوح بين 40% يعني من الشباب المشاركين. يعني كان في من شباب من الدير، من حمص، من حلب، من حماة، يعني من إدلب. ربما هذا كانت الخليط عمل جمالية أكثر للبطولة، خليط ال أكثر للبطولة، وخصوصا يعني بأيام مباركة، أيام شهر رمضان المبارك، يعني أعطى جمالية ثانية للبطولة، الله خليط يعطيكم من جميع المكونات الشعب السوري الله كانت. يعطيكم العافية. طيب، في احتمالية مستقبلا نشوف مثل هاي البطولات على نطاق أوسع، مثلا نشوف ريف إن شاء حلب، الله شمال غرب سوريا كاملا، مستقبلا إن شاء الله سوريا. إن شاء الله حاليا يتم التحضير لبطولة على مستوى المحرر من رأس العين حتى عفرين. بطولة فردية، بطولات تنس طاولة، بطولة ألعاب عقل وذكاء، بطولة شطرنج. يعني هذول جاري التحضير حاليا على هذه البطولات. وأيضا في مدينة جرابلس نقوم بالتحضير حاليا لبطولة طائرة، كرة طائرة، أيضا بطولة شطرنج، بطولة ألعاب عقل وذكاء، وأيضا بطولة لتنس طاولة على مستوى الناشئين. طيب، قبل الختام بدي أسألك، كيف عم بيكون الإقبال على هاي البطولات، إن كانت كبطولة البينج بونج أو غيرها من البطولات الرياضية اللي عم تعملوها أنتو بجرابلس بمديرية الشباب والرياضة؟
اخ العزيز، الشباب يعني البطولات هاي لملء فراغ الشباب الموجودين بالمنطقة، يعني ما شاء الله نسبة الشباب اللي موجودة عندنا كثيرة، فالإقبال عم يكون عليها بشكل جيد جدا في أكثر من بطولة، يعني ليس سواء بطولة التنس طاولة أو بطولة الشطرنج أو بطولة البينبون، على أكثر البطولات يكون إقبال جيد. طيب شو بتحب تضيف بختام هذا اللقاء سيد عدنان؟ والله نكرس دور الشباب ونعطي دور للشباب لبناء مجتمع، لبناء الوطن إن شاء الله تعالى، لإنشاء جيل من الشباب يكون واعي، يكون جيد على مستوى سواء جرابلس ولا غير جرابلس بإذن الله تعالى.